سواء هو شخص شخص او راجل او ست، تمام، سواء هو فوق ال 18 او تحت ال 18، تمام، فوق ال 25 او تحت ال 25، فوق ال 40 او تحت ال 50 او تحت ال 40، تمام، فوق ال 60 او تحت ال 60، ودي الاعمار الكبيره اللي بنستخدمها دايما في طرق التسويق. هل الفئه العمريه عندك من كذا لكذا، ولا من كذا لكذا، ولا من كذا لكذا، تمام. كل البيانات دي دراسه السوق بتقولها لي، تمام. بس لو هنرجع مثلا لمثل المبيدات الحشريه، واحنا هنشتغل على البرازيل. طيب انا البرازيل احتياجها قد ايه من المبيدات الحشريه؟ فدراسه السوق بتقول لي احتياجها 1 2 3. تستخدم انهي انواع؟ بتستخدم الانواع 1 2 3. مين المنافسين عندي؟ منافسين عندي شركه كذا وكذا 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 وكذا. طيب اسعارهم 1 و2 و3. هل انا ليا صفه مميزه في منتجي اقدر انافس فيها المنافسين من غير ما اقلل سعري؟ لا، تمام. الحاله دي هضطر ان انا ابتدي اقلل الربح بتاعي شويه عشان يبقى لي مكان في البدايه. بعد كده في رفع تدريجي، عشان لما يبقى لنا قاعده جماهيريه ويبقى لنا قاعده تسويقيه في السوق، في الماركت البرازيلي او في السوق البرازيلي، تمام. بس طيب انا دراسه السوق دلوقتي قالت لي انت ليك صفه مميزه جدا، ان المنتج بتاعك مش موجود هناك وهو مطلوب جدا، تمام، وسعرك بالنسبه لهم سعر رخيص. طيب هل انا هرفع السعر عشان يساوي اسعار المنتجات اللي بتتباع هناك، او انا عندي صفه في المنتج ان هو مش مطلوب هناك، هل انا هرفعه لاعلى من الاسعار اللي موجوده هناك؟ كل ده دراسه السوق هي اللي بتقول لك عليه، تمام. بس الماركت ريسيرش او البحث السوقي هو اللي بيقول لك كل ده ايه، تمام، من اول الديموغرافي، المكان، مكان البيع فين، لحد الشخص اللي هيشتري منك، تمام، مين البرسونا بتاعته، شكلها ايه، الشخصيه، شخصيته يعني البلدي، شخصيته شكلها ايه. كل دي دراسه السوق بتقول لك مين ده، عشان تعرف تعمل في الاخر عمليه ناجحه، او عشان توفر مجهود كبير، تمام، ممكن تبذله بدون داعي لو ما عملتش دراسة السوق. هنقول 95% من الشركات، ما كانش 99 أصلا، من الشركات اللي بتطبق شغلها من غير دراسة سوق، هي شركات لو نجحت فهي بتفشل بعد فترة قصيرة، تمام. لو ما نجحتش فهي بتفشل بسبب عدم معرفة العميل بتاعها مين، تمام. هنرجع هنا للسؤال اللي صرحناه في الأول خالص، هل أنا بختار العميل ولا بختار المنتج الاول؟ في حالتنا او وضعنا او الوضع اللي احنا هنمشي عليه، احنا اخترنا العميل زي ما قلنا كده عشان السوق سهل، تمام، وده مبني على خبره موجوده عندنا اوريدي، ان انا اشتغلت في موضوع الحرف اليدويه، فانا عارف ان العميل الاوروبي اسهل عميل اشتغل عليه. فبالنسبه لي كخبره هو العميل الاوروبي، تمام. طيب مين بقى في العملاء الأوروبيين، أو مين في الدول الأوروبية؟ هنا بقى دراسة السوق هتخش، هتقول لي إن العميل بتاعك هو من سيدات مثلا من سن كذا لسن كذا، هم دول أكتر ناس بيشتروا كذا، بيشتروا مثلا المنتجات بتاعتنا. طيب خلاص، حلو جدا. إيه المنتجات اللي بيشتروها؟ بيشتروا 1 2 3 4 5 6، ده عظيم جدا، حلو جدا. خلاص انا عرفت دلوقتي ملامح المنتجات اللي انا هبتدي ادور عليها ايه بناء على العميل اللي انا هبيعه. طيب معدل الشراء عندهم كام؟ معدل الشراء مثلا كل خمس سيدات بيشتروا قطعتين، عظيم جدا. اسعار ايه؟ الاسعار عندك مثلا من 2 يورو لحد 5 يورو، حلو جدا. خلاص انا كده فهمت، تمام، نوع المنتجات ايه، مين اللي هيشتري مني، تمام. بشكل مبدئي، مش بشكل اكيد، بشكل مبدئي فهمت تارجت المبيعات بتاعي ايه، وكل ده هيفيدني لما ابتدي اعمل تسعير للمنتج عندي، تمام. طيب انا عايز حاجه تخصصيه اكتر عشان اعرف انهي منتج هيمشي اكتر، تمام. ايه التخصصيه اكتر اللي الدراسه هتقول لي عليها؟ هتقول لي ان معدلات البيع مثلا في منتجات الاكسسوارات، الحريمي، النحاس، هي اعلى معدلات بيع في دول الاتحاد الاوروبي، عظيم جدا.
طيب خلاص، ده اول معطى عندنا. تاني معطى عندنا تمام، ان هما هناك الفضة، برضو الفضة المؤكسدة هي برضو من المعدلات العالية جدا في عمليات البيع، عظيم. والفضة العادية من معدلات البيع العالية جدا، تمام. تمام، انواع التصاميم ايه؟ التصاميم الفرعوني هل هتمشي هناك؟ ده سؤال هسأله، والدراسة بترد عليا اه ان المنتجات الفرعوني او التقسيمات الفرعونية نقول عليها الاشكال الفرعونية في منتجات الفضة في الاكسسوارات ماشي يا نار. طيب كويس جدا، خلاص انا كده فهمت 1 2 3 4 5 تمام، فهمت المنتج اللي انا هشتغل عليه ايه. تمام، طيب انا الصفة التنافسية بتاعتي ايه؟ فبسأل دراسة الجدوى، فبسأل اللي بيعمل دراسة السوق الصفة التنافسية اللي المفروض تكون عندي ايه؟ مش الصفة التنافسية اللي عندي، انا المفروض تكون عندي ايه؟ انا لسه بكريت، وانا ممكن اضيف صفة تنافسية. هيقول لي الصفة التنافسية هم عندهم مشكلة تمام في انهم يصنعوا حاجات بدماغهم بأسعار كويسة. مثلا هم نفسهم يعملوا خرطوش، يكتبوا اسمهم على خرطوش فرعوني، مفيش حد هناك بيعمل كده، واللي بيعمل كده بياخد مبلغ وقدره قد كذا. طيب انا اقدر اعمل خرطوش بمبلغ قد كذا، هل ده هيمشي هناك؟ قال لي هيمشي هناك جدا تمام، واسعارك تقريبا ربع السعر اللي بيشتغلوا بيه هناك، فده عظيم جدا. فيلا طب كويس خلاص، دي صفة تنافسية ان انا اقدر اخليهم يكرييتو ديزاين وانا اشتغل بيه هنا. تمام، دي دراسة الجدوى قالت لي كل المعطيات العظيمة دي. تمام، وده كل مش دراسة الجدوى، انا اسف، دراسات السوق اللي قالت لي المعطيات العظيمة دي. تمام، هنخش بعد كده على مصنع. انت كمصنع تمام، او انا المصنع اللي عندي، هل عنده القدرة ان هو ينفذ بالكواليتي وينفذ بالاعداد اللي ممكن تتعمل؟ هتقول لي اه ممكن او لا، هعرف منين؟ إيه؟ دراسة السوق بتقول لي ان معدلات البيع بتساوي كذا في المنتجات دي، فهم تقريبا بيبيعوا كذا. معدلات البيع اللي قالتها دراسة السوق بتعرفني تقريبا حجم المبيعات اللي هيكون عندي شهريا قد ايه. تمام، ما بتقولش انت حجم مبيعاتك كذا، دراسة الجدوى اللي هتقول حجم مبيعاتك لازم يكون في حدود كذا لكذا، لكن دراسة السوق اللي بيقول لك حجم مبيعاتك بالنسبة للسوق في رينج كذا لكذا. تمام، وده بناء على الدراسة اللي احنا عملناها. تمام، لكن انت هتحتاج تبيع من كذا لكذا، دي دراسة الجدوى اللي هتقول لك انت هتحتاج تبيع من كذا لكذا، وبناء عليها هنخش في دراسة ثالثة تمام، اللي هي الدعاية بقى، ازاي نعمل دعاية عشان اوصل للتارجت بيع 1 2 3. بس دراسة السوق بتقول لي ان معدل البيع ان انت هتقدر تبيع من الخرطوش مثلا، انا بستخدم كلمة خرطوش، هنقدر نستخدم من الخرطوش ده 20 واحد، 20 خرطوش في الشهر. تمام، من 20 ل 50. فانا هرجع للمصنع، يا سيادة المصنع انت كمصنع هل عندك القدرة شهريا انك تديني او تنفذ لي 40، وهنحط الرقم الوسط، هنحط القيمة الوسطية للسعر لمعدل البيع اللي هو مثلا لو هيقعد من 20 ل 40، فانت هتتكلم مثلا في 30. تمام، عندك القدرة للتصنيع، للتنفيذ والتصنيع خرطوشة معمولة كاستمايز لشخص باسمي تمام، وتوردها لي بعدد 30 خرطوشة كل شهر؟ هيقول لك اه انا عندي، هيقول لك لا انا ما عنديش. تمام، قال لك اه انا عندي، طيب انا عايز دلوقتي تمام بيان بيقول لي تمام انت تقدر تخلص لي كام خرطوشه يوميا او حسابيا كده، بيان حسابي يقول لي انك الخرطوشه الواحده بتخلص في خلال قد ايه ايام تمام، وتقدر تخلص لي كام خرطوشه اسبوعيا. ده هيفيدك جدا في تحديد الوقت الوصول او وقت تنفيذ المنتج ووصوله للعميل الاخير اللي اشترى منك، لان دي ممكن يكون لان دي ممكن تكون صفة تنافسية اصلا عندك، وقت الوصول.
هيقول لك انا هقدر الخرطوشه الواحده بتاخد عدد ايام 3 تمام، وانا في اليوم الواحد بقدر اشتغل على 3 4 خرطوشات. امين 3 4 خرطوشات في اليوم الواحد، فانت عندك في العشر ايام تقدر تشتغل على 40 خرطوشه تمام. بس تمام خلاص كده.